بالنسبة للنهار هذا كعرف واحد الحدث مهم اللي هو تقديم بحوث نهاية التخرج بالنسبة للطلبة شعبة ممرض متعدد التخصصات موسم نهاية الموسم الدراسي 2023-24. كان طبيعة الحال بحضور مجموعة من لجنة التحكيم وطبيعة الحال على رأسهم حضور أولياء الأمور. بصراحة تم بواحد التقديم اللي هو طريقة ممتازة لجميع الطلبة. كيفاش كتشوفي المستوى ديال الطلبات من الطلبه مور ما يتخرج؟ بالنسبه للمستوى ديال الطلبه يعني كنشوفوا هنا واحد التفاوت، يعني كيفاش كيف ما كنقولوا هنا دخلوا بواحد المستوى وسالوا بواحد المستوى اللي هو تبارك الله مزيان، ان شاء الله عندهم افاق يعني متميزه سواء يعني داخل ارض الوطن او لا خارج ارض الوطن، وان شاء الله يكون عندنا شي مستقبل زوين اونطونكو انفيرميير بوليفالون. بطبيعه الحال درتها عن حب حيت كنشوف لي زانفيرمي عندنا هنايا ما شاء الله عليهم مزيانين. المهم فاش بدينا اول عام كان شويه صعيبه، ولكن من كيجي ثاني عام وثالث عام كتزيد صعب، ولكن الحمد لله ما حسيناش بالوقت دغيا دغيا دغيا.